أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن إطلاق قافلة طبية بقرية ميت يعيش بمركز ميت غمر بالدقهلية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وتستمر القوافل الطبية لمدة يومين بالقرية المستهدفة لإجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين المستحقين وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة وتحويل من يستحق إلى أقرب مستشفى لإجراء العمليات اللازمة.